ولح نروح لمحطتنا التالية، ويقال بأنه أكثر الناجحين في الحياة هم الأطفال اللي قدروا يتعلموا البرمجة ويعملوا مشاريع برمجية من سن صغير، وأكثر من هيك إنهم قدروا يكسبوا المال ويكون لهم شهرة عبر الزمن. هذا الشيء بدأ مع ثورة الإنترنت اللي قدرت تدخل ضمن الهواتف الذكية وغيرها من المواضيع، وبالأخص قدرت كتير ناس أن تدخل هذا المجال وتسيطر عليه. وبتقول الأرقام في أكثر من 4 مليارات نسمة بيستخدموا الإنترنت حول العالم، يعني 55% من سكان الكرة الأرضية عم يستفيدوا من هاي القدرات البرمجية بحياتهم. اليوم الكثير من الأطفال عندهم رغبة وبشدة أنه يدخلوا عالم البرمجة ويدخلوها بالشكل الصحيح، وهذا رح نحكي عنه اليوم ليلى. صحيح سلمى، لحتى كيف بدنا ندخل الطفل ليكونوا من المبرمجين الصغار، وشو هي النقاط الواجب التركيز عليها لحتى تعليم البرمجة؟ لنتعرف أكثر عن البرمجة وما يمكن تعليمه للطفل وبأي عمر لازم يبدأ، معنا الدكتور طارق الصاطي وهو الاختصاص في المعلوماتية ومدير مجموعة الحلول الإلكترونية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يعني مثل ما حكينا نحن بالبداية، البرمجة هي عالم واسع وعالم مغري، يعني اليوم كثير من الناس من أعمار مختلفة بتتمنى أن هي تدخل هذا عالم البرمجة، وإذا دخلناه من عمر صغير ممكن نشوف إبداعات كبيرة. أكيد هذا الشيء اللي نحن عم نشتغل عليه. يعني هي البرمجة إذا بدنا يعني هيك نشرحها بكلمات، تفضل. هي عملية تحويل الفعل الإنساني لفعل آلي. يعني نحن في مهام نقوم فيها، لنفترض أنه أنا بدي أسوي فنجان قهوة. طيب هذا فنجان القهوة نحن بمصطلحاتنا بنقول فيه خوارزمية أو طريقة لحتى أسوي فنجان القهوة. هلأ ممكن نفكر شلون بدي صنع آلة مثلا تصنع لي هالفنجان القهوة. فأنا يفترض أني أدرس وحلل الطرق، أو نحن كيف بنشتغل كإنسان، كيف بنشتغل ونحاول نمزج هي الطريقة لحتى نحولها لفعل آلي. فالبرمجة هو عالم خطير، لأنه نحن عم نحاول أنه نقلد أو نحاكي عمل الإنسان لحتى تقوم فيه الآلة. هلا نحن اذا يعني مشينا بهي المراحل بنلاقي في مرحله اسمها تحليل ونمزجه. هي التحليل والنمزجه بتنمي قدرات الاطفال. اذا نحن بدنا نحكي هلا على الاطفال، كيف انا يعني فيني البرمجه تنمي قدراته؟ فهي بتنمي قدرات الاطفال على التحليل، على فهم المسائل بشكل صحيح، وعمليه نمزجتها يعني تحويلها لطرق. هي الطرق ممكن انه تنفذها الاله. فنحن وقت منبلش مع الأطفال من عمر كتير صغير، هذا الشيء نحن منكون عم ننمي له قدرات. شلون كنا نحن مثلاً أيام الدراسة أيام زمان نقول الرياضيات كتير مهمة كرمال أنه هي بتنمي القدرات المنطقية، كمان اليوم البرمجة أداة كتير مهمة لحتى تنمي القدرات التحليلية، التسلسل المنطقي للأفعال لحتى يحسن يوصل للنتيجة اللي هي مرجوة. فهي نقطة كتير مهمة إنه نحن الفائدة الأساسية هلأ نبلش من عند الطفل إنه نحسن ننمي له هالقدرة على المحاكمة المنطقية والنمزجة. هي من جهة. من جهة تانية يعني نحن وقت الطفل منبلش معه من صغير، يعني اليوم عم يبلشوا بعمر 3 سنين و4 سنين. هلأ طبعا مو البرمجة بمعناها الحرفي معناها الجامعي والأكاديمي، وإنما البرمجة هي تنمية القدرات. يعني اليوم في ألعاب مونتسوري مثلا بتنمي مهارات التفكير عند الطفل، فبيبلشوا بهذا النوع من الأدوات اللي هي تنمي مهارات التفكير لكل عمر، لكل مستوى من هالمستويات لكل عمر في مجموعة من الأدوات. يعني مثلا اليوم كتير مشهور مكعب الروبيك، واليوم بنشوف على النت في مثلا أطفال خلال 40 ثانية معدودة. خلال ايه تماما. مثلا واحدة من الشغلات اللي انا حبيت مثلا اولادي يلعبوا فيها مكعب الروبيك، يعني وصلت بنتي ل 50 ثانية بتحله. فهي بتنمي القدرات التفكير عند الطفل. هلا النقطة الثانية انه نحن اليوم المستقبل وقت بنحكي عن ال 2030 او 2050، اليوم صرنا عم ننتقل لعالم خلينا نقول الذكاء الصناعي، عالم الأتمتة، عالم استخدام التكنولوجيا. فهذا الطفل يفترض انه يتربى على ثقافه غير اللي نحن او الاجيال السابقه اللي تربوا عليها. فهو لازم ينشا ويفوت ويواكب التكنولوجيا من هو وصغير.
كنت انا عضو باللجنه السوريه لمسابقات البرمجه، كنا يعني موجهه للمرحله الجامعيه. فكان في مشكله كثير كبيره انه نحن كفرق سوريه مثلا ما عم تحسن تنافس الفرق العالميه، فكان يعني صار دراسه لهذا الموضوع انه نحن يفترض الاطفال اللي يفوتوا بمسابقات البرمجه يبلشوا عن جد من عمر 5-6 سنين، وانتقلت هذا الشيء تطور وصار في مسابقات برمجيه للاطفال عن طريق الجامعه الافتراضيه السوريه اللي بفتخر اني انا مدرس فيها، هي ماراثون البرمجي للاطفال وترجمت على الارض. اليوم صار في اطفال عم يعملوا برمجيات، عم يفوتوا باشياء كثير حلوه. يعني من الاطفال اللي قابلناهم صار يشتغل على دارات اوردوينو مثلا، صار يربط بحساسات، صار يشتغل يعني بتلاقي صف 8 9 وما شاء الله منطلق. فنحن وقت بنبلش بالبرمجه من عمر صغير بنحسن حتى ننافس على المستوى العالمي والبرمجيات العالميه. يعني بمعنى انه نحن مثلا شفنا طلاب كانوا بالاولمبياد الوطني للبرمجه، هدول بعد ما طلعوا من الجامعه يعني حتى كانوا واصلين لمراحل متقدمه على مستوى العالم، بعد ما طلعوا على الجامعه فعلا طلعوا وحققوا نتائج مبهره. يعني نحن حسنا نوصل بالمسابقه البرمجيه على مستوى العالم للمرتبه 20. يعني اخذنا الفريق، اول فريق سوري واول فريق عربي بيوصل للمرتبه 20. يعني صرنا عم ننافس جامعات عالميه مثل MIT، مثل كثير جامعات مشهوره. ليه؟ لانه فعليا هدول الاطفال هن بلشوا من عمر صغير، وصلوا للمرحله الجامعيه، هن فعليا صاروا يفوقوا يعني اقوى من مثلا رفقاتهم اللي هن مو مبلشين بالبرمجه بعمر صغير. طب دكتور، عم تحكي عن العمر الصغير انه لازم يبلش الطفل بعمر صغير، شو العمر الانسب اللي بتشوفه حضرتك لحتى يبلش فيه الطفل تعليم البرمجه؟ هلا يعني مثل ما خبرتكم انه نحن بنبلش بمستويات. هلا الطفل مثلا خلينا نقول من عمر 4-5 سنين هذا العمر الانسب، هذا ما بيعطوه برمجه بمعناها الحرفي، وانما بيعطوه كبداية. مثلا ألعاب ذكاء، هي الألعاب الذكاء بتنمي قدراته بشكل أنه يحسن يفكر بالمسألة، يحللها بدون ما يشعر. يعني نحن بنخليه أنه مثلاً أنت عندك هالبزل هاللعبة، فكر شلون بدك تحلها، تمام؟ فهو بيفكر فعلياً بيحسن يستنتج الحل. هلأ هاي المرحلة مثلاً بننتقل للي بعدها. هلأ اليوم في من البرامج اللي كتير مشهورة بعمر 7 سنين مثلاً سكراتش جونيور، اللي هي لعبة بينزلوها على الموبايل، الطفل هو عم يلعب يعني ما عم يعرف انه هو عم يبرمج وحتى اي يعني مصطلحات الكبيره، فبينزل على الموبايل هو كانه عم يلعب مثل العاب البازل، عمليه تركيب، من هالتركيب بيحسن يخترع لعبه صغيره، بيحسن يساوي شيء. هلا بننتقل للمرحله اللي بعدها مثلا بال9 سنين، وهذا اللي نحن حاليا عم نستهدفه، انه بهالعمر بفوت الطالب مثلا اول لغه نحن بننصح فيها هي السكراتش. هلا السكراتش جينيور بتكون للعمر الاصغر السكراتش، وطبعا اذا يعني بحثنا على النت في كثير شيء بشابه للسكراتش، ولكن الاشهر سكراتش لانه اجت من جامعه MIT فيعني انشهرت وعلى مستوى العالم انشهرت. فهو ببلش سكراتش، في لغات برمجه للاطفال مثل سمول بيزك، انا كنت استشاري بشركه كودي وما زلت يعني برمجتي، كان في حاطين مراحل مثل الفيجوال بيزك، لغه برمجه مخصصه للاطفال. ممكن اني اروح باتجاه الويب بشكل مخصص للاطفال، يعني برمج ويب، صفحات ويب، مواقع انترنت بسيطه. يعني طبعا هي بيكون تجاوز مراحل. حتى الـ مثلا التطبيقات على الموبايل، في ادوات مثل اب انفنتر، هو برنامج كمان ممكن الاطفال ينزلوه يساوي حتى تطبيقات للسمارت فونز والموبايل. هلا بعدين بننتقل للمرحله الاكبر، مرحله اليافعين. مرحله اليافعين ممكن انه نعطيه لغات برمجه احترافيه، مثل ببلشوا بماراثون البرمجه للاطفال يعلموا لغات برمجه مثل السي، مثل البايثون، والبايثون هي يعني لغه من اشهر اللغات حاليا لانه مستخدم كثير بعمليه تطوير التقنيات الذكاء الاصطناعي. فبيبلشوا يتدرجوا في معه لحتى يوصل لمرحله انه فعلا يحسن يحل، يحسن ينمزج صح، تجي مساله يعرف اني انا عم حلها صح، عم نمزجها صح، ببلش يحط يفكر بخوارزميات طرق حل،
يفكر يعمل اكواد برمجيه. هلا ممكن بعمر اليافعين نفوتوا مثلا بتقنيات الروبوتكس مثلا، حتى الروبوتكس ممكن يكون في شيء موجه للاطفال. طبعا في مسابقات للروبوتكس عندنا بالبلد برعايه السيده الاولى، وعم يحققوا الاطفال نتائج كثير حلوه وكثير مهمه، وحتى عم ينافسوا على مستوى العالم. فمثلا هذا خط من الخطوط اللي ممكن يشتغل عليها الطفل. في اطفال بتحب مثلا الرسوميات أكثر. الرسوميات انه يتعلم على الفوتوشوب، يتعلم تصميم، يتعلم. كمان ممكن انه نحن نتجه، يعني نحن ما بدنا نخلق جيل كله هو على نفس الآلة، على ممكن نفس يكون النسق. ممكن صحيح. يكون في تنوع بحيث انه قد يوصل على المستوى الجامعي يكون فعلا قادر انه يضيف شيء شيء جديد، يكون عنده أعمال ريادية، يكون عنده أشياء مهمة. طيب هون دكتور، دائما الأهل بيسألوا أنا شو بدي أعلم طفلي، أو طفلي شو بده يتعلم من البرمجة، وبعمر صغير شو رح تفيده بحياته؟ يعني متعودين نحن ننمي مواهب ومهارات محسوسة ملموسة، خلينا ناخده على نادي ندربه سباحة، ناخده موسيقى، يعني الشغلات اللي الناس بتقدر تلمح فورا أنه طفل مبدع فيها أو هيك. البرمجة لسه الناس شوي بتستغرب أنه شو ممكن يستفيد منها بحياته بالمستقبل. خلينا نحكي شوي، وهو الشيء اللي كنا دائما نحكي عنه وقت نحكي على الأولمبيات العلمية أو على الروبوتيك، أنه هي تغيير نظام حياته وتفكير للطفل أو اليافع بشكل عام، هي مو بس مهارة أو مسابقة علمية عم بيفوت فيها. هلا أنا في يعني نصيحة ممكن أقدمها للأهل، إنه يعني خلينا نقول نسبة كبيرة من الجيل السابق هو ما كان عنده كتير معرفة بأمور البرمجة. ممكن يعني أبسط الأمور إني أنا شوف أحدا مختص، يعني نحن كتير بيجونا إنه نحن عندي ابني هذا وكلتك فيه، شو بدك يعني تعلمه جوا البلد وبرا البلد. فممكن ان نحن نشوف الاختصاصين. هلا بعمر خلينا نقول لحد البكالوريا شو ممكن ينتج الطفل. هلا الطفل بهالعمر هو بيكون بمرحله تعلم اكثر من مرحله انتاج، يعني هو ما حيطلع برودكت بالمية مية جاهز لحتى يدخل على السوق، ولكن بيكون مؤهل اني انا وقت فوت على العمل الاحترافي على الجامعه كون انا مؤهل فعلا اني صنع شيء مبني صح مشغول صح. يعني اليوم خلينا نقول هيك بأرقام تحفيزية، أعلى رواتب على مستوى العالم هن الناس اللي عم يشتغلوا بالذكاء الصناعي، وشايفين ثورة الذكاء الصناعي لوين وصلت. اللي عم يشتغلوا بعالم البرمجيات يصنفوا من أعلى 5 رواتب بالعالم. إذا حكينا عن دول كتيرة اليوم عم تستقطب المختصين بمجال الذكاء الصناعي وعم تعطيهم إقامة ذهبية وعم تعطيهم إمكانيات مفتوحة بس إنهم حتى يشتغلوا بهذا المجال. فأنا الفكرة الأساسية أنه أنا ما بدي أشوف نتائج سريعة آنية تماما. النتائج أنا ما ممكن تكون هلأ سريعة، ولكن على اللونج تيرم على المستوى على المدى البعيد رح تكون كثير قدمت له خدمة. لأنه يعني نحن اليوم مثل ما خبرتكم بال 2030 حتى بال 2000 يعني اليوم سنة عن سنة صدقوني التطورات اللي عم نشوفها تطورات مذهلة. يعني خلال هالسنة نزل شات جي بي تي 4، نزل ميد جورني، نزل الذكاء الصناعي. صرحوا من مدة يومين انه سمحوا بزرع شريحة بدماغ الانسان، وهي كلها شرائح الالكترونية اساسا مبنية على الذكاء الاصطناعي. طبعا اللي سمحوا انه هي الاغراض الطبية، الشريحة اللي يعني مثلا حدا عنده شلل ممكن انه ترجع تساعده على الشلل، السمع. يعني اليوم انا عم بشوف سنه عن سنه عم نشوف التطور، خلينا نقول مو شاقولي يعني قصي نحن بنسميه بعالم البرمجه، التطور قصي. يعني انا عم زيد نتفه صغيره سنه صغيره عم لاقي انه التطور عم يكون مثلا اضعاف عن السنه اللي قبلها. فنحن وقت بنحكي عن 2030 بجوز يشوفوا العالم انه فتره قريبه، لا مو قريبه، يعني هي عفوا فتره بعيده، بس لا هي مو بعيده، هي قريبه. يعني كل سنه عن سنه نحن عم نشوف تطورات وعم نشوف تغيرات جدا ضخمه بهذا العالم. اليوم اي مهنه نحن مستقبليه لازم يكون في لها زراع الكتروني حصرا. يعني اليوم الطب عم نحكي عن روبوتات بتعمل عمليات جراحيه، بنحكي بالهندسه، بنحكي بصناعه السيارات. اليوم الروبوتات هي بتصنع كل الخطوط الانتاج بالسيارات. فنحن عم نحكي عن مستقبل. يعني نحن من جهه الطفل وقت من دخله من هو وصغير بعالم البرمجه، من جهه نحن عم
عم نحاول ندفشه للمكان الصح بالمستقبل، ومن جهه ثانيه انه نحن عم ننمي له قدراته. بس السؤال، هل كل الاطفال انه هن مؤهلين؟ هلا اكيد لا، يعني في مستويات من الاطفال، في اطفال بيحبوا الرسم، في اطفال يعني نحن ما بدنا نطلع جيل كامل كله برمجي برمجي، لا، يعني في اطفال مؤهلين انه هن فعلا يروحوا بهذا الاتجاه. هون دور الاهل انه انا هل فعلا طفلي عنده هالقدره، هل عنده هالميزه؟ ممكن يكون في حدا مختص يعني بالعاب صغيره، بشغلات بسيطه، ممكن اني انا احسن ميز انه هذا الطفل فعلا انه ممكن يبدع بهذا المجال. صحيح. هلا بنلاحظ دكتور انه هلا بيظل يمكن هالتطور او هذا الجيل بنقول احيانا انه فتح، يعني بتلاقي مثلا بيعرف بالموبايل تطبيقات الكبار ما بيعرفوا، احيانا الاب او الام انه تعشف لي هالقصة بالموبايل، انه تلاقي طفل بعمر صغير انه بيعرف فيها او بالكمبيوتر. صحيح. بس يا ترى نحن حكينا انه بعمر صغير لازم يبلش، في تفارق انه في اطفال فينا نقول عنهم هذا ما بيقدر انه يتعلم برمجي او اي شيء بعمر صغير، فينا نقول هذا لا بده لسه بعد فتره سنه او سنتين، ولا ما لها علاقه هي القصه؟ هلا هي القدرات التفكيريه عند الطفل، يعني انا عندي 3 اولاد، صدقيني من اول يوم بيولد الطفل بيبين لمحه بيبين شلون توجهه، يعني انا كان ابني عمره 6 اشهر كنت عم بحط حضني لعبد الحليم فلقيته عم يرقص، قلت له زوجتك عم يرقص، عنده اذن موسيقيه من هو صغير. هلا الفكره انه كل انسان قادر يتعلم برمجه بس بمستويات، يعني في انسان ممكن انه يتعلم برمجه ويوصل لمراحل كثير بعيده، وفي شخص طفل ممكن يكون مبدع اكثر بالرسم، ممكن طفل يكون مبدع اكثر بالموسيقى، ممكن. هلا هون الفكره انه الكل ممكن انهم يتعلموا برمجه بس مو بالضروره الكل يطلعوا مبرمجين. تمام، مثل الكل بيتعلموا رياضيات بس مو بالضروره يطلعوا علماء بمجال الرياضيات، ولكن هي انا اعطيته قدرات، هي القدرات رح تفيده بمجالات ثانيه. يعني كثير اشخاص بيجوا لعنا هن ما عندهم فكره لا على البرمجه ولا عن هالمواضيع. هيك بقصه صغيره، كان في دكتور سنان يعني صديقي بده يساوي تطبيق فحب يتعلم برمجه، قال لي انا حابب اني اتعلم برمجه لحتى اعرف كيف هالاختراع بينبنى، وفعلا يعني ضل سنتين وثلاثة وتعلم تطوير تطبيقات وتعلم. بس وقت اجى وصل انه هو بده ينفذ التطبيق تبعه قال لا، انا يعني انا بعرف شلون الامور، صرت شلون الامور بتمشي، بس انا ما بحسن اني انا اساوي التطبيق، يفترض يكون في فريق مختص. فانا برايي الكل قادر انه يتعلم برمجة، ولكن المستويات المختلفة بين الأطفال لازم نراعيها. يعني إذا طفل لقى في نفور من البرمجة ما بدايه خلاص، يعني إنه أنت خليه يروح للمجال، خليك روح للمجال اللي أنت بدك إياه، بس نحن بدنا الأطفال اللي فعلا هن مبدعين بهذا المجال وننمي لهم قدراتهم، بيجوز بالمستقبل يصيروا يعني علماء بهذا المجال. وفي من طلاب كتير أشخاص يعني ما شاء الله، كان في شاب هيك الله يذكره بالخير كان الاول على الاولمبياد بالفيزياء والاول على المعهد العالي بال بمجال المعلوماتيه. طب هذا الطفل بلشنا فيه من صغير، اليوم هذا الطفل صار عم يقود مثلا شباب كثير، عم يشتغل شغل كثير حلو، بالنهايه هو الفائده كلها للبلد. صحيح. يعني اكيد دكتور، يعني شكرا لوجودك معنا اليوم لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى كمان بالفقرات الجايه، ممكن المرات الجايه نجيب نماذج من الاطفال اللي تعلموا وبلشوا مشاريعهم البرمجيه. اكيد ان شاء الله. شكرا كثير، شكرا لحضرتك، شكرا كثير لك دكتور، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا.